قالت وزيره الشؤون الاجتماعيه والعمل الدكتوره ابتهاج الكمال ان هناك اكثر من عشره ملايين طفل اصبحوا بحاجه ماسه الى المساعدات الانسانيه باليمن واضافت ان هناك حاجه ملحه للعمل على توفير الحمايه للاطفال في المناطق المتاثره بالنزاعات والكوارث وتوفير المساعدات اللازمه لهم ولفتت الى ان اليمن كانت من اوائل الدول التي صادقت على الاتفاقيه في عام 1991 عن تفاعلها مع المجموعه الدوليه وترجمت ذلك وتوجت الجهود التي اعقبت المصادقه بتكييف التشريعات الوطنيه مع اتفاقيه حقوق الطفل.